Ari binti Abu Samad yang oleh ayah sendiri telah berutang kepada Ulun dengan maharnya 210.000 rupiah yang dibayar tunai. وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حولي صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حولي صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني